اعتذر النجم الامريكي ارنولد شوارزنيغا عن استمرار تقديمه للبرنامج الامريكي الشهير The Apprentice، وهالشي عقب تدني نسب المشاهدة بشكل ملحوظ، الامر يلي بضل دونالد ترامب يعلق عليه مرة ورا مرة. وببيان اصدره ارنولد قال: احببت كل ثانية من العمل مع NBC ومارك برانت والكل من المشاهير لطاقم العمل وقسم التسويق، كلهم كانوا ممتازين ورح اشتغل معهم مجدداً بالتأكيد ببرنامج ما بيحمل هالإرث. وتابع: تعلمت الكثير وأمضيت وقت رائع، كانت حقاً فرصة رائعة، لكن تحت هالظروف ما بدي إنه أعمل هالشي مرة تانية. ولما اكتشفت الناس إنه ترامب بعده مشارك بصفته منتج تنفيذي وبعده عم يتقاضى أموال من البرنامج، عندها بدأ نص الناس بمقاطعته.